السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ننتقل مع بعض في هذا الفيديو القصير إلى شرح الفعل تيك. كما تعرفون، الفعل تيك بمعنى يأخذ في اللغة العربية هو فعل شاذ له ثلاث تصاريف: تيك، توك، تيك، ودائما يقع في موقع الفعل الرئيسي، أي دائما قبله السبجكت ودائما هو بعد السبجكت، يعني في موقع الفعل الرئيسي. اليوم راح نشوف شو هي الأشكال أو التعابير التي يأتي معها الفعل تيك. راح ناخذ اليوم الحالة A، له عدة حالات، ثلاث حالات. اليوم راح نبدأ في الحالة الأولى، نشرحها بشكل مفصل إن شاء الله. هنا راح نبدأ في هذا الدرس تيك توك تيكن، التصريف الأول، التصريف الثاني، التصريف الثالث. تيك بمعنى يأخذ. أول تركيب يستخدم بكثرة في اللغة الإنجليزية هو تيك with time. الفعل تيك يأخذ مع الوقت، تيك مع الوقت. راح نشوف شو هو التركيب الذي يأتي مع الوقت، تيك with time. هو على النحو التالي: يأتي it دائما، تأتي الأغلب it، بعدين الفعل takes أو talk حسب، بعدين person الشخص، بعدين time الزمن أو الوقت. هذا هو التركيب الذي يأتي مع تيك with time. هو شرحه على النحو التالي: it take person شخص، time هنا شخص، تمام، هنا time الوقت. راح نشوف ذلك ونوضح الفكرة أكثر مع الأمثلة. Number one example: it takes Ali 20 minutes to get to work. إنه أخذ علي 20 دقيقة ليصل إلى العمل، أو استغرق 20 دقيقة ليصل العمل. إذا لاحظنا هذا التركيب it كما هو موجود takes، تمام، هنا علي الشخص، هنا علي هو البيرسون الشخص، بعدين 20 minutes هو ماذا؟ التايم الوقت. شايفين it takes علي 20 minutes to get to work، إنه أخذ علي 20 دقيقة ليصل إلى المنزل. إذا وضحنا الفكرة أكثر، لنفترض هنا مثلا علي's house، هنا لنفترض منزل علي، هنا علي's work، هنا عمل علي. إذا لاحظتم هنا عملية الاستغراق بيناتهم من منزل علي إلى العمل هو 20 minutes 20 دقيقة. إذا هنا دائما بمعنى يستغرق، تنتبه على هذا التركيب في اللغة الإنجليزية. الجملة number 2: it takes سلمى takes 30 minutes to get to work. يستغرق 30 دقيقة مع سلمى للوصول إلى العمل، أو يستغرق أو يأخذ مع سلمى 30 دقيقة للوصول إلى العمل. هنا هذا التركيب it takes، بعدين سلمى هو البيرسون، بعدين 30 minutes هو التايم الوقت، هو يستغرق 30 دقيقة للوصول إلى العمل. إذا حتى لنوضح الفكرة، لنفترض هنا سلمى مثلا هاوس، منزل سلمى، هنا سلمى أوفيس، منزل أو مكتب، أو مكتب سلمى. هنا عملية الذهاب من المنزل إلى المكتب تستغرق ماذا؟ 30 minutes، تستغرق هذه عملية الاستغراق هنا 30 دقيقة، كما لاحظت أن هنا استغرقت 20 minutes 20 دقيقة. الجملة حتى بدي أسأل كيف أنا أسأل عن الزمن في هذا التركيب عن الفعل تيك. هنا يستخدم how long، how long تستخدم مع هذا التركيب how long. it how long does it take to the mosque، كم يستغرق الذهاب إلى الجامع. مثلا نفترض مثلا على سبيل المثال for لمدة 30 minutes، لمدة 30 مثلا، الجواب 30 دقيقة. إذا لاحظتم هنا how long تستخدم مع take للتايم مع الوقت. How long does it take؟ كم يستغرق الذهاب إلى الجامع؟ مثلاً for 30 minutes، أو تريد تستخدم 30 minutes. نفس الشيء how long طبعاً هنا يستخدم في حالة البريزنت، أو بدك تستخدمه في حالة الباست. How long did it take you to learn English؟ كم استغرق معك تعلم الأحرف اللغة الإنجليزية؟ To learn أن تتعلم English alphabet، أحرف اللغة الإنجليزية مثلاً a week، مثلاً لنفترض أسبوع، تمام؟ هنا الجواب إذا لاحظتم هنا السؤال time، السؤال ماذا؟ time لوجود ماذا؟ take في السؤال. هذه في بالنسبة للحالة الأولى للفعل take، take with time، it بعدين takes بعدين person بعدين time. شفنا الأمثلة هنا التركيب it و takes، هنا علي، بعدين time، هنا takes مع سلمى.
إذا بدنا نستخدم مع take أو كيف نسأل عن الزمن مع الفعل take نستخدم how long والجواب يكون زمن. في تستخدم how long في present أو past. أرجو أن تكون قد استفدتم من هذه المعلومة، ولا تنسونا من الدعاء في هذا الشهر الفضيل، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسوا أن تضعوا لايك والمشاركة لدى الأصدقاء لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.